تقول واشنطن جهد إمكانها تفادي تهديد متسارع من فصائل مسلحة في العراق بعد قيامها باستخدام أسلحة أكثر تطورا في استهداف مواقع أمريكية، بينها طائرات مسيرة تحمل أسلحة ضربت أكثر الأماكن السرية والحساسية ولم تتمكن منها أنظمة الدفاع الجوية. وبحسب مصادر في قيادة العمليات المشتركة قالت لوان نيوز أن 3 هجمات على الأقل وقعت خلال الشهرين الماضيين استخدمت الفصائل المسلحة فيها طائرات مسيرة صغيرة تحمل قنابل وضربت أهدافها في هجمات ليلية على قواعد عراقية بضمنها مواقع تستخدم من قبل وكالة المخابرات المركزية ووحدات العمليات الخاصة الأمريكية. إيران التي أضعفتها سنوات من العقوبات الاقتصادية القاسية خصوصا وأنها تستعين بفصائل مسلحة مدعومة من قبلها في العراق، وذلك لزيادة الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف تلك العقوبات كجزء من إحياء اتفاق 2015 النووي. مسؤولون على اطلاع يقولون بأن إيران صممت هجمات الطائرات المسيرة لتحجيم نطاق الخسائر الذي قد ينجم عنه رد عسكري أمريكي. واستنادا لإحصائية نشرتها وكالة الاستخبارات العسكرية في نيسان الماضي، فأنه منذ أواخر عام 2019 نفذت الفصائل المسلحة العراقية أكثر من 300 هجوم استهدفت مصالح أمريكية في البلد، وسقط خلالها 4 قتلى أمريكيين و25 قتيلا آخر أغلبهم من العراقيين. وفي العام الماضي تبنى قسم من الفصائل المسلحة لم تكن معروفة سابقا مسؤوليتها عن هجمات بالصواريخ على أهداف أمريكية. وعلى النقيض من ذلك تقول مصادر مقربة من الكاظمي ديوان نيوز أن الفصائل المسلحة تستهدف الآن حتى الملاجئ الخاصة للطائرات التي تتواجد فيها الطائرات المسيرة الأمريكية الهجومية نوع MQ-9 ريبر وطائرات استطلاع ذات محرك توربيني يديرها متعاقدون، وذلك في محاولة لعرقلة وتقويض قدرة الاستطلاع الأمريكية التي تعتبر حيوية لمراقبة وكشف التهديدات في العراق.